لون للتشريع ولا رائحة للإقرار أو طعم للتمرير. أنهى مجلس النواب جلسة باهتة بملامح مشوهة. أحضر نوابه ودعاهم لجلسة ترى جدول أعمالها تقول زاخر بالمزيد. تنقشع الجلسة فيستقر البرلمان على لجان 28 بدون التصويت عليها. اللجان سابقا كان العدد 26 لجنة، المقترح لحد الآن هي زيادة لجنتين أي وصل العدد إلى 28 لجنة، لكن بعد عرضها على المجلس الموقر كانت هناك آراء من الأخوة السيدات والسادة النواب لتغيير بعض التصويت على بعض اللجان والاختلاف على لجان أخرى. على تل الكفاءة والمقدرة وقف النواب وهم يمنحون رئاسات لجان مجلسهم إلى من هم أحق بنظرهم من غيرهم على قيادتها لأربع سنوات وهو عمر البرلمان، يوصلون الأفضل من بينهم لهرمها ويتيحون بقية مساحة اللجان لآخرين. بموجب النظام الداخلي الاختصاص والخبرة هما الفقرتان الأهم في تحديد الشخص المناسب في اللجان. ب191 نائبا افتتحت الجلسة وأغلقت بذات العدد، فقرة من ثلاث أنهي العمل بنصفها، بينما لا يزال المجلس يبحث عن خير تمثيل لنفسه في دورة نيابية رابعة بدت في بداياتها رتيبة وثقيلة الحركة من الناحية التشريعية على أقل تقدير. سرمد فاضل، رشيد، بغداد.